بريمير دوزيام. اهلا بمزيغ، شنو احوالك مزيغ؟ كاتب حاضر بحضنا في تونس، مشارك في ايام قرطاج الموسيقيه الليله حفلتك، احنا تو قاعدين نصوروا نهار لحد الصباح الليله حفلتك في ايام قرطاج الموسيقيه، كأنك عندك برشا من اللي بعدت على استوديو، استنست باللايف وبعدت برشا على استوديو، علاش؟ كان بزاف الحوايج اللي خلوني نبعد شويه على استوديو على خاطرش درت من الالبوم الاخر اللي درناه حتى لدرك خدمت على بزاف لي بروجي ومازال ما تسجلوش هاد لي بروجي. بون كان ديفيرونت ريزون على هاد الروتار اللي خداو هاد لي بروجي، مي المشكله الاساسيه اللي تحطت لي انا من 2010 حتى لدرك هو انه لو عندي الاولاد تما وليت اب ما وليتش برك بوهالي، فهمت؟ ماشي غير ميوزيسيان، وليت اب دونك لازم نريح شويه في الدار اكثر من واش كنت نريح في الدار بكري، ولازم نتلهى بولادي ولازم نربيهم، باسكو ما تقدرش تلقي موسيقى وتعبير وخطاب نتاع التوعيه وانت تخلي ولادك بلا توعيه وبلا تربيه وبلا، فهمت؟ دونك هذا الميزان هذا انا مازال ما لقيتوش مليح، مي دوكا بداو يكبروا. دونك انا عندي تلت دراري دوكا، الكبير فيهم في عمره 9 سنين والصغير فيهم في عمره عامين راح يغلق عامين، دونك صافا شغل هذيك لا بيريود تاع فريمون من زيرو حتى العامين حتى يبداو يتمشاو ويهضروا سا بخون بوكو طون، وما تقدرش تخلي الام وحدها غير هي اللي تصرف، باسكو ماشي هذا المنهج تاعي في التربيه. دونك il y a eu différents projets. J'ai travaillé sur un projet qui tourne autour de la musique afro-cubaine. Donc, j'ai travaillé sur Arkhel de la Havana, qui va être enregistré à nouveau. Mais c'est celui qui est enregistré dans un album solo. Et il y a un album de Gnawa qui est pratiquement prêt. Il n'y a pas que l'étape de l'enregistrement. Nous avons déjà quelques étapes de pré-production. Nous avons déjà des maquettes. Il y a des morceaux qui sont complets. Nous avons déjà joué avec eux sur scène. دونك بقات ا بو بري نص الخدمه والتسجيل، ومن نورمالمون من الديبي تاع العام الجاي سوف نعلن على الالبوم هذا. مازال ما عطيناهوش اسم، مازال ما تكونش. فما توا سياق سياسي واجتماعي وحراك كامل في الجزائر، الالبوم هذا الحراك اللي موجود اليوم في الجزائر عنده بلاصه كبيره فيه؟ عنده بلاصة كبيرة يلو كان في التفكير، خاطش ما تقدرش تدير ألبوم كامل على الأحداث ولا على الحوايج اللي صراو، خاطش هاد الحوايج اللي صراو يفوتوا، فهمت؟ يعني با إتخ نو بلو ترو كونتكستوال، بصح كاين تفكير على بزاف المواضيع اللي تحطوا لنا اليوم في إطار هاد الثورة اللي كاينة في الجزائر. كاين بزاف التساؤلات اللي ما كناش نتسألوهم بكري، خاطش كنا تحت واحد السيطره واحد الهيمنه واحد الخطاب اللي كان مطفي كاع الاضواء اللي كانت تقدر تشعل. بصح درك عندنا ثوره بدات عندها 8 شهور، قريب 8 شهور، وهاد الثوره انا بالنسبه لي هي مدرسه، يعني الناس قاعده تتعلم وتتعلم توعى وتتعلم ثاني تتقابل بيناتها يعني كاين نوع من المحبه اللي خرجت من هذه الثوره اللي كنا حنايا نسيناها. سميها ثوره مزيغ. انا نسميها ثوره، ما نحبش انا كلمه حراك. اولا خاطش كلمه حراك هي كلمه غلطه، بالعربيه ما نقولوش حراك، نقولوا حراك. وثانيا الحراك هو عباره عن يعني تحرك، بصح في الزمان يكون محدود. وهذا بالنسبه لي الشيء اللي راهو ينبع من المجتمع الجزائري هو ثوره افكار اللي قاعده تخدم، يعني ما راناش نديرو في ثوره بالعنف ولا ثوره مسلحه ولا ثوره ما على باليش انا، يعني ماهوش نموذج ثوري كما كاع النماذج اللي شفناهم من قبل، او نموذج جزائري سبيسيال. مهما كاين حوايج اللي يشبهوا الثورات الاخرين، خاطش الثورات كاع عندهم علاقه، سي غراند فامي، لي ريفولوسيون هي عائله كبيره. مي يعني اشاكون سا سبيسيفيسيتي، اشاكون سا سبيسيفيسيتي اي سورتو سا فيتيس دو كروزيير، يعني كاين ثورات اللي باغ اكزومبل تترتق الحاله ويهربوا الحكام، وكما صرات باغ اكزومبل هنا في تونس ما دامتش بزاف قبل ما راح بن علي، فهمت؟ بصح انتم اليوم راكم عايشين ما بعد الثوره الاعلاميه، انا نسميها بريسك الثوره الاعلاميه باسكو هي اون ريفولوسيون ميدياتيك، هذيك حاجه سي ان في
ومن بعد كاين لا ريفولوسيون نتاع الرؤوس فهمت نتاع العقول اي سي سا لو بلوز امبورطون يعني الميكانيكيه الثوريه هي اهم من الثوره يعني اي كيما كي تكون مسافر اي لا ديستيناسيون تاعك بلوز امبورطون كو الوسائل اللي راح تستعملهم تروح على رجليك ولا تروح بالطوموبيل ولا بالطياره ليسونسييل راك رايح لواحد لوندرو فهمت دونك هذاك هو الهدف Et c'est ça qui importe, c'est pas spécialement ce qui se passe entre le moment où on se met en route. حاجه اخرى الجزائر نتذكر في 2011 واحنا كنا حكينا في 2011 جوست بعد ما هرب بن علي في الفتره هذيك في الجزائر كان فما تخوف كبير على فوا من انه الشارع الجزائري يثور وكان فما زادة برشا سبتيسيزم بارابور اللي صار في تونس والكل جاي من تجربة 88 في الجزائر شنو اللي صار من 2011 الفيفري اللي فات باش الجزائريين تخلصوا من تخوفاتهم من إعادة تجربة 88 هي ما على باليش إلا تخلصوا من تخوفات بصح وقيلا فهموا بلي كون يبقاو في يعني في السكون وفي السكوت راح تصرى نفس المهزله ونفس الكارثه دونك الناس فهموا باللي هذا النظام هذا اللي راه مسيطر هو اللي خلق الاوضاع نتاع التسعينات ولا اللي يسميوها العشريه وهي ماشي عشريه هي اكثر من عشريه 15 18 سنه ارهاب ومشاكل وفهمت اضطرابات كبيره في المجتمع كاين حوايج اللي غموا هذا اللي حاولوا يغموا هذا لا بيريود هذه من التاريخ تاعنا بصح اليوم او كاين توازن بين الجيل اللي زاد في 2000 واللي راهو بزاف فهمت والجيل اللي عاش هذه الفتره نتاع التسعينات وثاني كاين التواصل الاجتماعي وكاين بزاف حوايج ثاني من تاريخنا اللي تعلمناهم غير في هذه الاعوام يعني كاين دي دوسي يتحلوا كاين بزاف الناس اللي نحاو هذيك القداسه اللي كانت عندهم بالنسبه لبعض المجاهدين مثلا ولا بعض الفترات نتاع نتاع التاريخ نتاعنا اللي كنا مقدسينهم وما نبحثوش فيهم فهمت يعني مخلينهم كشغل قداسه لي جون دو سيرتين مانيير كي تحكي على القداسه هذه لي جون فينالمون قتلوا الاب ماشي قتلوا الاب بصح قرروا هما يكونوا اباء فهمت كيفاش يا غولمون دون لا باترنيتي حنا مازال ما قتلناش الاب هذاك هو البروبليم سي كو مازال مأثر فينا الديسكور تاع الريجيم اللي شغل صرعنا بهذا الديسكور وما تقدرش تنحي هاد لي سكون ابل لي ان فرونسي كومون سا سابيل ديجا لي زاتافيزم يعني حوايج اللي راهم فيك مغروسين فيك فهمت دونك هاد الشيء اللي مغروس فينا بالك هو اكبر عدو لهاد الثوره يعني الخدمه اللي لازم نديروها حنا على عقولنا وعلى ضمائرنا وعلى النظره تاعنا تاع التسيير هذيك هي الخدمه الحقيقيه اي اكثر من زعما نصحتوا الحكام ولا نبدلوا النظام وهذه شعارات كبيره زعما شعارات اللي تبان فهمت هي القمه ولكن القمه ماشي لتم القمه انا بالنسبه لي لتحت انا ديما الهرم ديما مقلوب القمه تاعي ماشي الفوق دونك سوكسيسيون زاد مهمه والهيريتاج زاد مهم انت اتيتر انديفيديوال اون طون كارتيست الهيريتاج نتاع بوك نتاع كاتب ياسين الى ماركي زاد لوفر تاعك انت اون لوكورونس الالبوم سولو نتاعك مارشي نوار الالبوم جديد نتاع غناوه ديفوزيون اسكي لي ماركي اوسي بار كاتب ياسين سي زيدي او فوار ميم سي تيكست كيما في sûrement indirectement puisque mais il y a bon, pas ces textes man non il y a pas ces textes parce que les textes j'ai mis en musique quelques textes à Cheikh mais on va mettre dans l'album solo parce que c'est plus une histoire personnelle مع مع هاد الكتابة bien que après j'invite plein de musiciens à jouer dessus ماشي ماهيش قوقعة أبوية ولا شيء ما عندنا رينا باغ avec ça c'est juste que j'ai un rapport à ce truc là qui est plus personnel donc مانيش حاب ندخل في إطار ديمقراطي فني اللي راح يخرجني من واش راني حاب ندير مع بابا باسكو بابا هو بابا ما كاين حتى نقاش ماشي كيما نيمبورت كال قضيه ولا حتى مورسو ولا نقدروا نبدلوا فيه كلش بصح باغ اكزومبل انا صرات لي كي نخدم مع لي ميوزيسيان تاعي يقدروا ينتقدوا النصوص تاعي يقدروا يقولوا علاش قلت هذه وعلاش قلت باسكو انا في نفس الفرقه عندي ناس تصلي وعندي ناس ما تصليش عندي ملحدين وعندي ناس فهمت دونك parfois
يصراو دي ديسكوشن هكذا بيناتنا وين نهضروا على النصوص ويقدروا يناقضوا هذوك النصوص. بصح انت كون جيت تنتقد نص تاع بابا بالك نزعف عليك، هذه الاولى باسكو انا تريما كيما قال لي تريما كاباب نزعف عليك، كاباب نقلب الطابله وكاباب ما نبدل والو سورتو ما هي با سي با لا بين تهضر معايا. دونك سي ميو كو تبقى هذه الحاجه هذه في اطار حكايه شخصيه ماشي حكايه تاع باند. الالبوم الجاي نتاع غنيوا ديفوزيون قلت لي باش نعلنوا عليه وكل شيء اون 2020 شو اسمه زعما مازال باسكو انت ما تقدرش تسمي ولد قبل ما يزيد، فهمت كيفاش؟ اي سي تري ديفيسيل دو ميم الا تقدر تبدا تدير تجارب يعني تو اساي دي تيتغ ولا تو اساي نو مي طونك ما يخرجش طونك مازال ما تسجلش كامل الفورم نتاعو كامل مازال حتى نشوفوه الا سمر ولا شهب ولا فهمت باش نعطيوه البوم غنيوا ديفوجون 2020 والبوم ارخيل دي لافانا ارخيل دي لافانا جوست ابري ان فيت في لوردر دي بريوريتي راني حاط غناوة هي الاولى باسكو عندي ايكيب لازم تاني يوكلوا العائلات نتاعهم، ثم عندي تاني مسؤوليه بالنسبه للناس اللي راني خدام معاهم في هذه الحكايه هذه في غناوة ديفيجون باسكو اون بلوس الالبوم قريب يخلص تادير من الناحيه الفنيه ومن ناحيه التركيب رانا قريب كملنا، بقاو شويه دي زارونجمون مازال لي زونجستمون بيان سور مي الفكره هي هنا اون بعد دون لوردر سا فا اتر البوم سولو ابري غناوة ديفيجون سا فا اتر البوم سولو. Mais c'est très possible que le prochain album solo يكون هو أرخيل دي لافانا يعني باسكو هذيك حكايه ثاني اللي مربوطه مع التاريخ تاع الشيخ، باسكو انا هذه الفكره هذه جاتني بارابور لا تري كونتيننتال اللي سمعت بها، هي الدول اللي كانت كيفاش ملتزمه بعدم الانحياز يعني سيتي نون الينيومون سيتي لا ترويزيام فوا كونتر لي دو بويسانس بولاريزي دونك لويست اي ليست. Et je pense qu'il y a une troisième voie aujourd'hui aussi qui s'impose à nous. Ouais. Donc qui n'est ni de droite ni de gauche, mais qui est juste tout droit. Il y a une qbala de ma caméra. Ben, fil قلت l'album قدم بالقدا وكل شيء. فمشي un des textes اللي نقاهم في الالبوم هذا qui parle de l'Algérie d'aujourd'hui, de ce qui se passe aujourd'hui et que tu voudrais partager avec nous. Il y a un texte que je voudrais partager avec vous, non pas parce qu'il parle précisément de l'Algérie, mais parce que c'est un texte marocain qui a été écrit il y a une trentaine d'années par un prisonnier politique qui a subi la torture dans les geôles marocaines et qui s'est retrouvé en exil, un badmat, qui s'appelle Abdullah Al-Waddan, parce que je trouve que ses paroles sont vraiment d'actualité et parce que ça va faire partie du prochain album. N'ghni wkulna ala maya, n'ghni wkulna ala mizan. نغني ونرفع كلامي هكذا قوافي تزيان، ما خفنا حبل ولا شاقور، ما خفنا مطرقه على سندان، ايام زمان ترجع بالنور والنوبه اليوم للجيعان، والله ما نسمح في الجمهور حتى نعلمو كيف يثور، فاعل ما فاعل ما خفنا مطرقه على سيلون، والله ما نسمح في الجمهور حتى نعلمو كيف يثور، هما فين ولاد الشعب المكفوفين، من الجوع هزك بوتفتاف، من التماره طاحوا الكتاف، كيفاش يفهم كشاف هو وصحابه في البيرو، السكرتيرة والسكرتير والنايب ديالو ووزيرو قاعدين على الضمة والكاس والنهار طالع من ظهور الناس من ظهر هذاك وهذا الجزارة والخدارة مالين الحليب والماغنية والصيادة والحدادة وكل سماونا بوجادة جراو بغاونا الهراس وزيد وزيد ما كاين باس وزيد وزيد ما كاين باس شحال من أرض حرت وبعد أيام خربلتها شحال من خير زرعت وجات الصيف وجلبتها عمرت المطمور والشكوات وحققت الخير كله هو وحقك من خير والخمير خير السنية وخير البير ضاع منك وداه الغير في كروش الحرام راه هو وحقك من هاد الرخوة جاوبني وقل لي فين هو حاجيتك اش جارة جيتك طالب الإغارة اش من حق الشفارة اش من حق السمسارة عمرو جيوبهم والشكارة وكلاو رزق الفقارة فسر الكلام ولغة المايا وخلي ودنيك معايا تعرف سباب محاني تعرف الأداب اللي بكاني فسر الكلام ولغة المايا كاين انت وكاين انايا واحد التاريخ بجنبه الاخر بجنبه الدعايه وما خفناش من عذاب النار مادنا يزيد يخلف جمار راه جدري محل يموت الدل ويموت العار بالدم نمحي محاني بالدم نطور سجاني بالدم نقابل زماني ونقابل من تعداني انا مسكين قهر الزمان عشقت الطرقه والسندان لازم نتحكم ونشارع ونخرج من دينكم نيشان
مانيفيك مانيفيك. ميرسي على الوقت اللي عطيتونا مزيغ. يعطيكم الصحه. نتبعوك ونتبعوا اخبارك ولو لو بروشان البوم دو غناو ديفوزيون ما تبطاش باش ترجع لنا لهنا لتونس. ايه ما نبطاش. ميرسي يا مزيغ. صحه صحه.